يا خليفة، وإذا قلنا سمانة وذات هالمعنى سمانة أو خليفة، يا رجانا ويا رجه منه رجانا، سور ديرتنا من الأيام المخيفة، لو يميل الدهر سيفه في حمانة، تذبحه يا سيد الدنيا بسيفه، لك فدا برواحنا وغالي دمانا، وبالقلوب المخلصة ولجلك نظيفة، أنت حلم المجد نلنا بك منانة، جيت غاية مطلبه وعا كيفه كيفه، ما ترفرف راية مجاد بسمانة إلا مرفوعة بيمناك الشريفة، ما ترفرف راية مجاد بسمانة إلا مرفوعة بيمناك الشريفة، ما حد مثلك من الحكام يانا غير أبوك وانت على العلية رديفة، يا سليل المرجلة ويا طعم مانا، صاحب الأخلاق والنفس العفيفة، سيرتك مثل الذهب منها الزمانة، يضرب الأمثال ويوصف وصيفة. صباح الخير من الوثبة في كأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للقدرة لمسافة 160 كيلومتر تتخلله 6 مراحل جميلة. لا نعلم من سيكون على هذه المنصة، ولكن هناك خيول مرشحة ومنافسة، M7، الوثبة، F3، MRM وغيرها من الأسطبلات القوية العملاقة في هذا السباق. ينطلق اليوم كأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخته 21 بمسافة 160 كيلومتر. هذا الكأس الغالي الذي انطلق أول مرة عام 2000 وسطر كل بطولاته الشباب الإماراتي بكل فخر، ونأمل في هذه النسخة أيضاً أن يبقى الفوز من نصيب إماراتنا الغالية، خصوصاً بمشاركة العديد من الفرسان وبعض بلدان العالم. ينقسم هذا السباق إلى 6 مراحل متتالية. المرحلة الأولى انطلقت وهي باللون الأزرق لمسافة 40 كيلومتر مغطى بالضباب الذي شكل شبه عائق على الفرسان في البداية مع برودة الجو. يشارك في هذا السباق اسطبلات قوية لها بأس شديد في سباقات القدرة، والكل يطمح للفوز في هذا السباق لما له رمزية وخصوصية. في المرحلة الأولى دائماً تبقى السرعات متقاربة بين الفرسان، ومعدل السرعة كذلك مقبول نوعاً ما للحفاظ على ريكفري الخيل لباقي المراحل، خصوصاً مثل هذه المسافة الطويلة التي هي 160 كيلومتر، فهي متعبة للخيل والفارس على حد سواء. تستمر المسافات متقاربة والسرعات أيضاً متقاربة للبعض، والبعض الآخر ينطلق بسرعة عالية. في منتصف المرحلة الأولى الجميع يتجه إلى القرية بعد أطول مرحلة في السباق. برأيي ستبقى المجموعات في المراحل الأربع الأولى متقاربة على شكل مجموعات قريبة من بعضها البعض، كما قلت سابقا للحفاظ على ما تبقى من جهد، ويبدأ الضغط بالمراحل الأخيرة، إلا أن بعض الإسطبلات حاولت الضغط من البداية. يبدأ الفرسان بالوصول إلى القرية تتابعا، وسوف نرى نتائج هذه المرحلة. توج في المركز الأول
في هذه المرحلة الفارسة فاطمة المري نصطبات F3 على صهوة أومورو بزمن تبريد دقيقة وسبع ثواني وبمعدل سرعة 27.4. وجاءت في المركز الثاني الفارسة يلوى من اسطبلات ديباوي على صهوة ثور بزمن تبريد دقيقة و24 ثانية وبمعدل سرعة 27.3. واحتل المركز الثالث الفارس سلطان عارف محسن من اسطبلات الوثبة على صهوة أوبوريا. تنطلق المرحلة الثانية باللون الأخضر وبمسافة 28 كيلومتر، والملفت مشاهدينا في هذه المرحلة عند الانطلاقة الزمن بين الفرسان ليس بكبير، أي لا توجد فوارق بينهم تقريبا للفارس بترتيب الوصول. الفارق بينهم كان أقل من دقيقتين كما ذكرت، لأنهم دخلوا إلى القرية بشكل مجموعات، وتقريبا الانطلاقة في هذه المرحلة ستكون كذلك شبه مجموعات متجانسة. منذ نصف المرحلة الثانية بدأت المجموعات تتخذ مواقعها. في مقدمة المجموعة الأولى اسطبلات الوثبة مع الفارس سلطان محسن على صهوة إيوريا، وأيضا من خلفه اسطبلات الوثبة وتليه اسطبلات F3 أيضا بنفس المجموعة المتقدمة. في المجموعة الثانية كان في المقدمة الفارس عبدالله المري من اسطبلات F3 على صهوة فولكان، ومن خلفه اسطبلات المغير واسطبلات الريح واسطبلات إمارم. وبقيت هذه الترتيبات ضمن المجموعات لبعد منتصف المرحلة الثانية بنفس الترتيب والسرعات المتقاربة. ونرى وصول الخيول كما حدث في المرحلة الأولى أيضا، والوصول شبه جماعي للخيول والمجموعات، وتقريبا السرعة كما كانت في المرحلة الأولى لا تتعدى 27 كيلومتر في الساعة. تعتبر هذه المراحل الأولى تمهيدية، وها نحن نرى وصول الخيول إلى القرية على التوالي.
تصدر المركز الأول في المرحلة الثانية الفارسة فاطمة المري من اسطبلات اف 3 على صهوة أومورو بزمن تبريد دقيقة فاصل 5 وبمعدل سرعة 26.9. والمركز الثاني الفاز جيتندرا من اسطبلات الجزيرة على صهوة أونرو بزمن تبريد دقيقة فاصل 39 ثانية وبمعدل سرعة 27.2. وجاء بالمركز الثالث منصب اسطبلات كذلك الجزيرة مع الفارسة جوليا على صهوة تودو بزمن تبريد دقيقة فاصل 21 وبمعدل سرعة 27 كيلومتر. صباح الخير كابتن والنومس لك ما شاء الله بالفوز سباق الناشئين. الله يسلم صباح الخير ويا مرحبا بك تسحقين خيره والحمد لله توفيق من رب العالمين. ما شاء الله الله يبارك فيك يا رب. كابتن خلينا نتكلم عن هذا السباق والكأس كأس صاحب السمو رئيس الدولة وما شاء الله اللي سمعناه يعني جوائز اللي حتى الأشخاص اللي بيكونوا تكميلي جوائز واصل 100,000. نعم تعرفين هذا محفل كبير على كل المدربين والفرسان أو الساحة الرياضية الجميع. نعم. كان ينتظر هذا الاحتفال وإحنا نسوي مهرجان نسميه عيد كاس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. الجميع بيظهر فيه الجميع بيأدي حتى لو تينا العاشر هذا ناموس. صحيح. والجوائز نحن من تعودنا على كاس رئيس الدولة جوائز كبيرة وجوائز قيمة وليل المركز الأخير وإن شاء الله أن نأدي نحن صح في هذا المهرجان وتوفيق من رب العالمين إن شاء الله. كابتن داخلين بأربع خيول خلينا نتكلم. نعم. عن الخيول داخلين فيها. نحن داخلين في أربعة خيول طبعا ثلاثة في المؤخرة للتكميل ما في تجهيز وإنما للتكميل. نعم. لأن مستواهم ما يقدر يروح لقدام. نعم. وعندنا خيل واحد جديد من إنتاج سيدي صاحب الشيخ محمد راشد. نعم. الإنتاج المحلي. نعم. إن شاء الله أن نتوفق فيه اليوم. نحن أول مرة نضغطه للمسافة هاي 160 وللمقدمة هي نباي ينافس. المشكلة اللي عنده أنه no experience يعني ما عنده خبرة زيادة. صحيح. في إعطاء الماي وفي الكرو إيريا فينرفز مرات جامبينج فيأخرنا شيء في القلب فثلاث دقيقتين للحين اوكي مسيطرين عليه ان شاء الله خير. المنافسه قويه هنا طبعا النسخه اللي فاتت كانت فايز فيها اسطبلات اف 3 اسطبلات اف 3 اليوم والاسطبلات نقول اللي في المربع الذهبي موجوده الوثبه وام ريم وام 7 وغيرها. خلينا نتكلم عن هذا الضغط اللي بيستوي على الفرسان طبعا شفنا المرحله الاولى والمرحله الثانيه هاديه. شوفي كل ريس اول مرحله لازم الخيل تروح قدام. نعم. المرحله الثانيه بتهدى الثالثه اعتقد انها بتهدى ويعني تنازليا. نعم. ولكن الجو بدا يحر بدت المراحل تصعب هي عندنا التورا بورا المرحله. أيه. الثالثه احنا نتكلم عن بطل النسخه الاولى هو في 3 في 3 اسطبل كبير واسطبل المنجز ونحن ما نحتاج نتكلم عنه هو. صحيح. ثابت نفسه بنفسه. نعم. فاعتقد ان في 3 منافس قوي ام 7 نفس الشيء منافس قوي واهل البلد اللي هم اهل الارض هذه اللي هي الوثبه. نعم. لازم بيدافعون عن اللقب هذا وبيحاولون ان يشلونه. اكيد. لكن نتوقع ان في منافسه قوي لين الحين هم في المربع الذهبي ومعهم أمارم شداد. شو اللي بيحصل المرحلة الثالثة؟ نعم. بعد المرحلة الثالثة بيبدأ كابتن موقع شداد زين لين حين زين شوفي لين ثلاث دقائق أربع دقائق ما عندك مشكلة أنت. نعم. عندك بعد المسافة إحنا نقول حين صباح الخير في الرئيس. نعم تو الناس بعدنا يعني بعدها. نعم. وبيتين بعدها مرحلة بتصفى الخيول يعني بعد المرحلة الرابعة بيبدأ الرئيس إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب ونشوفك يسلم. إن شاء الله في لوب آخر عساس إن شاء الله مشكورين ما قصرت. راشد صباحك خير ونقول ناموس حقك يعني مشاركتك هي روح المشاركة أساساً في هذا الكأس الغالي علينا كلنا روحها فخر وغير أنك ما شاء الله عليك تبارك الرحمن حالياً في اللوب الثاني متصدر الخامس. صباح النور والسرور أول شيء أشكرك استضافتك. نعم هذا بكبرة ناموس طعمك مشاركة في كأس رئيس الدولة هاي روحها احتفالية. صحيح. وفرحة الحمد لله احنا الحين مثل ما شفتين نحن في المركز الخامس. نعم. هذه فرس راكبنها كذا مرة أنا في أوروبا وفي دبي ما شاء الله وفرس طيبة والعام كان أول سنة لها والسنة ثاني سنة. نعم. فهالمرة طلبنا منها أنا يعني تكون مع المجموعة القدامية. نعم. الحمد لله الفرس مأشرة ومراوية أداء طيب. نعم. وإن شاء الله أن نتواصل على هالأداء
يعني نقول ما شاء الله لها جهوزيتها في هذا السباق. يعني طبعا الكل اللي داخل هنا نقول وهو بالمراكز الاولى اكيد مجهز خيله ومستعد لهذا السباق. اكيد اكيد كاس رئيس الدوله سباق في تقريبا اخر الموسم. صحيح. فالخيل 100% تكون جاهزه. نعم. على هالمرحله، بس ان شاء الله شوي في انفعال في السباق. شوي طبعا المجموعه الثانيه الاولى هي اللي كانت شوي زايده السرعه على المجموعه الثانيه. صحيح. كان في فرق. احنا سرعتنا ل 160. نعم. عاليه صراحه. بس مو ملاحظ يعني لازم اللوبات الاولى تكون شوي اهدى على اساس انك تحافظ على الخيل. ما تكون وايد اهدى بس يعني شويه السرعه تكون اقل عن اللي نحن مشينا. نحن مسوي 27 في الاوراق، يعني السرعه عاليه صراحه. في مرحله يابا الرابعه او خامسه بيمشون فين 20 اتوقع انا، ها توقعاتي، لان السرعه وايد عاليه اول مرحلتين سرعات عاليه. بعدين الجو لا تنسى يعني قبل شوي كان الجو شوي بارد وكذا، الحين الجو بيحر وايد. صح. نعم. صح. الله يعطيكم العافيه وان شاء الله نشوفكم عمار على المنصه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مشكوره مشكوره ما شاء الله. الله يحفظك. سعيد يسعد لي صباحك ومشاركه طيبه منكم اجيال 2 في هذا السباق كاس رئيس الدوله. صباح النور اختي، لنا الفخر ان شاء الله فيها مشاركتها في هذا الريس. نعم. ريس غالي على الجميع. نعم. خلينا نتكلم عن الخيول المشاركين بها. مشاركين طبعا 4 خيول تكميلي، بس الخيل اللي معاك انت الحين شو عندنا؟ 4 خيول اليوم، 3 سيارات على الراحات تكميلي، وعندنا واحد انا، لكن الحين وصلنا اللوب الثاني. نعم. صار رجع بلنتي. نعم. شو تتوقع الاسباب ان السرعه يعني كانت سرعه مزايده؟ سرعه واللوب الثاني كان في رمل. نعم. رحنا المحميه. اي في رمل من رجع من طلعنا المحميه ايضا كان ترك في رمل. نعم. فجينا شويه استعينا على الحصان حسبنا دخلتوا بسرعه. اي فتنا بسرعه. نعم. طبعا المشاركه بحد ذاتها في هذا السباق ناموس. أكيد. يعني اكيد موجودين هنا ومع هالجوائز القيمة ومع هالتكريم الغالي نقول في هذا السباق هذا بروحه بحد ذاته شرف لكل فارس ومدرب. صحيح. مو بس المشاركة، حتى اللي يحضر الريس اليوم هنا. نعم. يعتبر فخر له. نعم. في المستقبل يوم بيتحدث مع عياله وأولاده. الله. بيقول أنا حضرت هالريس مباشر، كنت. صحيح. موجود في الريس. نعم. بالمشاركة ولا يحضر والمدرب والفرسان الكل له الفخر. نعم. فيها. الله يعطيك العافية سعيد، إن شاء الله إن شاء الله نشوفك سباقات أخرى يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. مشكورين يا تنطلق المرحلة الثالثة وهي باللون الأصفر لمسافة 28 كيلومتر بنفس ترتيب الفرسان في التصدر في المرحلة السابقة. في بداية المرحلة كانت المجموعة الأولى واضحة بقيادة الفارسة فاطمة المري من اسطبلات F3 على صهوة أومرو، ومن خلفها بنفس المجموعة اسطبلات الجزيرة واسطبلات أعمار والوثبة وF3 واسطبلات ديباوي. هذه الاسطبلات كانت متصدرة في المجموعة الأولى. إلى ما بعد منتصف المرحلة وباتجاه القرية بدأت الخيول أولاً بالضغط لنيل المقدمة، وأخص بالذكر اسطبلات العاصفة مع الفارس سعيد أحمد سعيد على صهوة ليلى، وبقى بنفس الضغط لوصوله إلى القرية محاولاً منه صنع فارق بينه وبين الفرسان ليتسنى له الفحص بكل أريحية ويأخذ وقته في التبريد.
وفعلا جاء في المركز الأول العاصفة مع الفارس سعيد الختال على صهوة ليلى بزمن تبريد دقيقة 59 وبمعدل سرعة 25.9. واحتلت المركز الثاني الفارس فاطمة المري نصف طبلات F3 على صهوة أومرو بزمن تبريد دقيقة 2 وبمعدل سرعة 24.9. وجاء في المركز الثالث الفارس راشد علي على صهوة سلام من اسطبلات ديباوي بزمن تبريد أقل من دقيقة 57 ثانية وبمعدل سرعة 25 كيلومتر. سالم يسعد لي مساك او يسعد لي صباحك. سالم من بين تكلم عن هذا السباق كأس صاحب السمو ورئيس الدوله. والله وش بسم الله الرحمن الرحيم، كاس غالي للجميع، الكل يطمح لهذا السباق من صغير لكبير. اكيد نعم، الطبلات كلها طامعه في السبق صحيح، وما حد شوف العالم كلها مجهزه لهذا الريس، وما هالغلطه في هالريس عن ألف غلطه. نعم، تحاولين تتجنبين الاخطاء وتأدين اللي ترومين عليه صح. إذا بتأدين 100% لا هالريس تأدين 120%. نعم، طبعا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كانت عادية، هي شوية كانت صعبة المرحلة الثالثة. شوفي الصبح كان ضباب صح، ضباب تعرفين أنت يكتم على الخيل شوي صح، ما يكون فيه هو بس كانت سريعة، مرحلة سريعة. والمرحلة الثانية بعد كانت سريعة. نعم، أنا وجهة نظر أشوف أنه يمكن يبون يصفون الريس من يعني يصفون الريس بدري، يصفون الخيول. نعم، أنه أسبب أن المراحل الثانية يكون خيول أقل تعرفين. نعم، الله يوفق الجميع. أتمنى يا رب. طبعاً الريس قوي لنا الحين صحيح، هذا اللي نشوفه. طبعاً أم سبن داخل بأربع خيول، والمرشحة منها الخيل اللي عند الشيخ راشد. الخيل اللي عند الشيخ راشد هذا حصان قوي وله نتائج في الوثبة، متأملين منه خير اليوم. وبعد الخيل عند الشيخ حمد بعد نفسه. هي نعم، وحتى خيل عند سعيد الخياري. نعم، إن شاء الله يعني أنهم الله يوفق الدنيا يا رب. الله يوفقكم إن شاء الله، ونشوفكم دائما متواجدين في الريسات وعلى المنصة يا رب. الله يطول عمرك. المرحلة الرابعة وهي باللون الأحمر لمسافة 24 كيلومتر، تنطلق هذه المرحلة بترتيب الوصول السابق مع الفارس سعيد الختال من اسطبلات العاصفة على صهوة ليلى. في هذه المرحلة تبدأ تكتيكات المدربين والفرسان والضغط خصوصا في خضم المنافسة الشديدة من الاسطبلات المنافسة فيما لها باع طويل في عالم القدرة. إلى نصف المرحلة والمتصدر هو المنطلق الأول الفارس سعيد الختال من العاصفة مندفعا بقوة واضعا نصب عينيه اللقب، ومن خلفه نرى اسطبلات الوثبة محافظة على نفس السرعة مع اسطبلات F3 مندفعين بكتلة واحدة مع اسطبلات ديباوي وكذلك اسطبل EPH مع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وفي المجموعة الثالثة نرى اسطبلات M7 واسطبلات الريف عجبان واسطبلات MRM.
إلى قبل القرية بقليل بدأ الفارس سعيد أحمد الختال من العاصفة إبطاء سرعته قليلاً، مما أدى لحاق المجموعة الأولى به قبل القرية بالكيلومترات الأخيرة، واعتقد أنها تكتيك المدرب ليحافظ على ريكفري العام للخيل. ويدخل فرسان القرية أيضاً بوصول شبه جماعي كما سبق في المراحل السابقة. يتصدر في هذه المرحلة المركز الأول فارس سعيد أحمد الختال من اسطبلات العاصفة على صهوة ليلى بزمن تبريد دقيقة فاصل 34 ثانية وبمعدل سرعة 26.1. والمركز الثاني الفارس ليلى الرضا من اسطبلات الوثبة على صهوة مولومبو بزمن تبريد دقيقة فاصل 29 ثانية وبمعدل سرعة 26.1. والمركز الثالث من نصيب الفارس ماسا أيضا من اسطبلات الوثبة بزمن تبريد دقيقة فاصل 35 ثانية وبمعدل سرعة 26.1. تنطلق هذه المرحلة وهي الخامسة باللون البني لمسافة 20 كيلومتر، ونستطيع القول أن هذه المرحلة هي شبه الفاصلة للنتائج ومن سيتصدر للتتويج باللقب. يبدأ الانطلاق مع العاصفة وتلتها الوثبة وهكذا بحسب ترتيب الوصول. للتذكير مشاهدينا، كان صاحب اللقب في النسخة 20 للكأس هي اسطبلات F3. هل نشهد تتويج جديد لها؟ وهل تحافظ على اللقب أم سوف نشهد مفاجأة كالتي تحدث دائما في السباقات العالمية للقدرة وتكون النتائج خارج الحسبان؟ لنتابع المرحلة قبل الأخيرة وننتظر. بقيت الترتيبات كما هي في المجموعات بين الفرسان لنصف المرحلة لقبل الأخيرة بقيادة الوثبة والعاصفة واسطبلات EPH وF3. ومن خلفه في المجموعة الثانية كانت بقيادة M7 مع الفارس عيد الخياري، ومعه اسطبلات العاصفة 3 ومع الفارس عيسى خليفة، والشيخ راشد بن دلموك المكتوم كذلك من اسطبلات M7. بدأ الفارس سعيد الخياري من اسطبلات M7 بالضغط أكثر لمحاولة اللحاق بالمجموعة الأولى، علّه يدخل مع المجموعة إلى القرية ويقلص الفارق. وبالفعل يستطيع الدخول في المجموعة الأولى في الكيلومترات الأخيرة قبل الوصول للقرية، ويصلون إلى القرية على التوالي بحسب ما ذكرناه من ترتيب المجموعات.
قلنا مشاهدين، المفاجآت لها كلمتها دائما في حسم النتائج. جاء في المركز الأول اسطبلات الوثبة مع الفارسة ماسا على صهوة أوبوسكو بزمن تبريد 1:23 وبمعدل سرعة 25.9. وجاء في المركز الثاني أيضا من نصيب الوثبة مع الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة مولوبو بزمن تبريد 1:16 وبمعدل سرعة 25.9. واحتل المركز الثالث كذلك الوثبة مع الفارس راشد الجنيبي على صهوة سراب بزمن تبريد 1:43 وبمعدل سرعة 25.9. يسعد لي مساك كابتن. نقول كابتن اسطبل العمالقة موجود وبقوة هنا اسطبلات ديباوي في هذا الكأس، كأس صاحب السمو رئيس دولة صاحب السمو الشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، كأس غالي علينا، يحمل اسم غالي علينا. نعم، تعرفنا أن التواجد فيه والمنافسة فيه. نعم، وإن شاء الله أن نكون متواجدين في المنافسة. نعم كابتن، مشاركين بأربع خيول، تم استبعاد واحد من الخيول المرشحة. نعم، خلنا نتكلم عن خيولك هاي الكابتن. والله العرج تعرفين انت 6 لوبات و160 كيلو. صحيح. العرج واقعي، يعني في اي لحظه ممكن الحصان يعرج. نعم. لياقته زين الحصان، ما في اي شيء، اللهم العرج حدنا نتيجه طيبه. نعم. كابتن علي، طبعا انت كنت المغذي، نقول كنت وما زلت المغذي حق اسطبلات اف 3، لكن انت الحين موجود ما شاء الله عليك وفارض، نقول قوتك تبارك الرحمن موجود وبقوة في السباقات. نعم. وهذا إشادة كذلك مش مني أنا، بعد من الكل. وقبل شوي كان المحلل سيف حمود يقول لي بلغي سلامي حق كابتن علي ويقول لي فعلا هو من الاسطبلات الموجودة في الصدارة. نحن نحاول أن نكون مستهدين في شغلنا، نحاول. نعم. أن نتبع التوجيهات سيدي الشيخ عبد محمد الله يطول عمره. الله يحفظه. التوجيهات عندنا نحن نطلع أبطال، نغذي اف 3. نعم، هذا واجب علينا، ونحن خدمه المعزب اللي يامر عليه. اكيد هني ناموس وهناك ناموس. اكيد واحد. الخيل عندي الوقت لو نتكلم عنه. والله حصان قديم عندي من. نعم. من بدايه اسطبلي للشمار وبعدين غيرنا الاسم للدباوي. هذا الحصان قديم من الخيول القديمه عندي. نعم. هو خبره 160، حصان عنده عده مشاركات في 160، حصان زين في المشتيل. اليوم يمكن ما ساعده السرعه، حصان صغير في حجمه صغير. نعم. فالسرعه شوي كانت عاليه اليوم ما ساعدته، بس ما زال متواجد في السباق ان شاء الله يكمل ان شاء الله. كابتن ملاحظين يعني اليوم كل مرحله الثالثه كانت شوي مرحله صعبه. نعم. وهي نقول هي اللي خلت استبعادات كثيره صارت بين الاسطبلات. نعم فيها، شوفي الخيل بعد ما تقطع يعني مسافات طويله في السباق. نعم. تيل هاي نحن نسميها تورا بورا، تورا بورا. نعم. فوق وتحت مطاليع. نعم. فتأثر على الخيل بشكل كبير يعني. نعم. من ناحية العرج، من ناحية في خيول ينرفزن. صحيح. لما يدخلن في هاي الطلعات والنزلات، فما في صالح الخيل يعني. نعم. خصوصا أنك رايح من 60. صحيح. لازم تسير على سرعة معينة، لازم تحافظ على خيلك أنه يكون ساوند ما أي عرج، لأن الفحوصات كثيرة ويسوي لك ريكزام، استبعادات كثيرة في العرج اليوم. نعم، تتوقع المرحلة هذه القادمة اللي بيحافظون الفرسان على راحة خيلهم نقول، أو على أساس أن يكسبون؟ نعم، فعلا الوقت. نعم، أتوقع أن الخيول المقدمة بيحافظون الحين، لأن. نعم. طعم سباق من 60. صحيح. ومسافة مو بسيطة، مرحلة أخيرة 20 كيلو، 6 مراحل هاي يروحها، والجو حر. صح. والله يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، الله يعطيك العافيه وتسلم لك. مشكور.
تنطلق هذه المرحلة بحماس كبير وتصميم وعزم من الفرسان على تثبيت مراكزهم بحسب الانطلاق إلى المراكز الأولى لنيل اللقب الغالي والكأس الغالي. منذ انطلاق المرحلة والفارسة ماسة وليلى مسيطرتان على المرحلة. والجدير بالذكر مشاهدينا أن المدرب علي الجهوري وضع الجميع في الفخ، حيث قام بتوزيع فرسانه في المقدمة والوسط والمؤخرة لكي يربك خصمه. إلى نصف المرحلة والصدارة للوثبة، ومعهم إسطبل إف 3 مع الفارسة كاتالينا والفارس عبدالله غانم الذي بدأ بالضغط لكي يصل إلى خط النهاية، ولكن الفارق جاء كبير بينه وبين المركز الأول. إلى ما بعد المنتصف والأمور تتبلور باتجاه الحسم، وهي واضحة باتجاه الوثبة لانتزاع اللقب والتتويج بكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للقدرة. وفعلا يدخلون القرية مكللين بالنصر والتقدم. للوثبة هذه السنة صولات وجولات من تحقيق نتائج مبهرة في الموسم، فهي تسطع في سماء القدرة كنجم مشع. في المركز الأول جاءت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا من اسطبلات الوثبة على صهوة ملوبو بزمن تبريد 9.17 ثانية وبمعدل سرعة 26.4. والمركز الثاني جاء أيضا من نصيب الوثبة مع الفارسة ماسا بزمن تبريد 12.3 وبمعدل سرعة 26.4. وجاء المركز الثالث من نصيب اسطبلات F3 مع الفارس عبدالله غانم المري بزمن تبريد 12.19 وبمعدل سرعة 26.2. يعني اولا احب ابارك الشيخ منصور استاذ البوزايد على السبق هذا، ومعودنه على المنافسه الطيبه، وان شاء الله نحن بنعوض السنه الجايه ان شاء الله. احنا اول ما بدينا نركب يتذكر الريال هذا كنا ناجر خيول من برا، اول ما بدينا نركب ما نشتري خيل من برا، ناجر خيل نشارك فيه بعدين نرد على رايي. استاذي هذا الانجاز الغالي اللي تسويه بنتك ما شاء الله عليك، تبارك الله، الفخر الله منه ما شيء. كأس رئيس الدولة هذا روحه يعني يحفر بالتاريخ ويحفر في الذاكرة. اكيد اكيد اغلى منه ما شيء، اغلى سباق من كذي ما شيء. نعم. وصارت يعني 18 سنة بعد اول كأس رئيس الدولة اللي اشتركت فيه. نعم. في 2002 اليوم تفوز حبيبتي، وهذا يعني دعاء الوالدين، فضل من الله، رضا الوالدين، رضا الوالدين علينا ودعواتها، وطبعا انجاز لاسطبل الوثبة واسطبل الشيخ منصور اللي طالما دعم المواطنين. هذا الفوز الجميل بكأس رئيس الدولة يعني مو بأي كأس، كأس رئيس الدولة ينحفر اسمك في ذاكرة هذا التاريخ. هاي دموع الفرح، دموع الإنجاز، دموع الفخر. الحمد لله. وناموس الشيخ منصور، ناموس لشيوخنا إنه كنا واحد، الشيخ محمد والشيخ حمدان ما أصروا بدعمنا. أكيد متابعته حتى معاكم وهني وجودة معاكم. وتشجيعه إلنا برين.
شكرا استبلات الوثبي كل التيم، شكرا مدرب علي الجهوري وعبد الله نيادي. كابتن الناموس، طبعا احنا ما سوينا معك لا مرحله اولى ولا مرحله ثانيه، قلنا خليها حق الختام، وختامها مسك ما شاء الله المركز الاول والثاني والسادس. اول شيء تسحقين خير، واول كلامي احب ابارك لسيدي صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد، يستاهل، صاحب الانجاز، صاحب الدعم. يعني هذا الفوز اقل هديه نقدر نهديها سيدي صاحب السمو الشيخ منصور، دعمه كبير. نعم. فضل الله، فضل سبحانه الله تعالى، لكن فضل الشيخ منصور كبير، دائماً متابعته. الحمد لله تحقق الفوز أول ثاني، نتيجة طيبة بالنسبة لنا. نعم، التتويج بالسابق كان النسخة السابقة كانت F3، كان في تخوف كابتن من F3 خاصة لاحظناها في المرحلة الأخيرة، أن فعلاً عبد الله غانم حاول يضغط وعلى يعني يتقرب من خيل ماسة وليلة. هو المنافس الأقوى طبعاً. صحيح. إن كان في كل السباقات. صحيح. يعني ما تقدرين تطلعين موجود يعني بقوة. موجود. نعم. الجماعة ما قصروا صراحة، وتعرفين في الأخير لازم في واحد. صحيح. يفوز. ونحن نشكرهم على مجهودهم الطيب، وإن شاء الله القادم أفضل، والحمد لله اليوم طلع الريس بصورة حلوة جميلة. صحيح. كان فنش رائع، يعني مفاجآت بعد. نعم، وفي كان روح رياضية من الفريقين. الحمد لله. يشكرون عليه. كابتن محمد ناموس، فوز الوثبة بالمراكز الأولى ما شاء الله، نقول الكاس بقى في الوثبة في هذا السباق الغالي، كأس صاحب السمو رئيس الدولة. بلا شك كاس كبيرة وغالية على الجميع. في البداية أحب أهدي الفوز هذا لسمو الشيخ منصور بن زايد. نعم. الداعم الأول لصبرات الوثبة. ما أخفيت السباق يعني كان وايد صعب. نعم أكيد. وأنا بالنسبة لي حبست من المرحلة الرابعة. لكن الحمد لله كانت خطة مدروسة، ان قدمنا حصان في البداية. نعم. وبعدين شفنا الفثرية قدمنا الثاني واخرنا سراب. نعم. الحمد لله نجحت الخطة. وتأخير سراب شوي سوى قلق، يعني الناس تسألون ليش سراب تأخرت اصلا، شو السبب؟ احنا قلنا يمكن حد بيتم وياه او شيء كذا، عشان يعني كانت خطة مرسومة ان ندفع بالخيل الاول. نعم. ونخلي الثاني وراها. ويوم جاء الفثرية اضطر ان نسحب الجيش، فتمينا وراه. بس انه ما نخاطر فالملفين الملف، عقبنا احنا تحكمنا في السباق، زدنا يعني السرعه. هذا هو زياده السرعه، يعني زدنا السرعه. كنت خايفين من زياده السرعه كابتن؟ طبعا شوفي في البدايه هاي مجازفه بتكون، ما تقدر تغامر في البدايه. يعني نحن لين ما لفينا، لان احنا زدنا السرعه صحيح. اخر 5 كيلو صح، يعني زدنا السرعه اساس انه نحاول نخلص قبل الفينش. نعم. الحمد لله نجحت الخطه، ونقول مبروك لسمو الشيخ منصور بن زايد. الناموس في هذا الكاس، كاس صاحب كاس رئيس الدولة، نقول وجود أي فارس، وجود أي مدرب في هذا الكاس هو من ناموس. الحمد لله لحجرة خير. أول شيء نحب نبارك ونهني الشيخ منصور بن زايد على تحقيق لقب كاس رئيس الدولة أول وثاني، ونبارك الشيخ حمدان محمد مالك الصبرة في ثري والداعم الأول المركز الثالث والرابع. نعم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. نتيجة طيبة. أكيد فتري كانت متوجة في النسخة السابقة. نعم. في كأس رئيس الدولة، وكان فعلا الكل هني متخوف من يعني ما شاء الله ما شاء الله اسطبل قوي ولا وجوده في عالم السباقات وعالم القدرة ككل، فكان وجود اليوم في المرحلة الأخيرة على الفنش الأخير كان فعلا نقول سوى عملية توتر للجميع. الحمد لله على كل حال، يعني المدرب مجتهد والطاقة مجتهد، وكنا نطمح بهالكاس. نعم. رمنا نفوز فيه السنة اللي طافت، بس السنة هي أصعب شوي الكاس. صح. ومو بنفس الكواليتي اللي عندنا السنة اللي طافت. نعم. السنة اللي طافت عندنا خيل أفضل عن هالخيل. نعم. هذه السنة جبنا خيل جديدة وحققنا هالمراكز، فهذا إنجاز يعني كمدربين كطاقم، هذا يعني هالخيل ما لها هيستوري، فوز ما عندها. ما شاء الله. قدرت تنافس في أقوى الكؤوس.
ناموس كابتن وجود انجاز اليوم بين الاسطبلات القويه او العملاقه، نقول هو روح اصبح من الاسطبلات نقول الخاصه والقويه جدا فعلا. واليوم في هذا السباق كاس رئيس الدوله ابدع انجاز وفعلا اثبت للجميع انه هو من الاسطبلات القويه. تستحقين خير ونصيب. اذا بتسمحي لي اول شيء احب اشكر معازيبنا الله يحفظهم، صاحب سمو الشيخ محمد وسمو الشيخ منصور الله يحفظهم، على كل الدعم اللي قاعدين يقدمونه للرياضات هذه وفي كل المجالات مثل ما نشوف التطورات اللي وصلوا للحين. ثاني شيء احب اني اشكر قريه الامارات العاميه القدره على التنظيم والريس الكبير اللي كان موجود اليوم في القريه، ولا حسينا فيه ولا درينا بالوقت من كثر ما كان كل شيء مرتب، كل الامور طيبه الحمد لله رب العالمين وتوافي. بالنسبه للريس اذا بنرجع لموضوع الريس، نحن تكلمنا قبل وقلنا ان شاء الله ان انجاز بينافس ومستمر ينافس لين اخر الموسم، والموسم اللي بعده بيكون ان شاء الله احسن. مفاجآت هذا السباق، احتلال المركز الأول للفارسة ليلى عبد الرضا وأول فارسة إماراتية تحتل الصدارة في هذا الكأس كأس رئيس الدولة. مفاجآت جميلة، الكأس بقى في الوثبة في المركز الأول والثاني. تريونا في حلقة قادمة من برنامجكم إلى المنصة.